تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في ريف دير الزور. محال وورشات عدة عادت للعمل والإنتاج هنا في بلدة الكشكية بمنطقة الشعيطات في ريف دير الزور الشرقي. ورشة للخياطة تنتج وتعمل على مدار اليوم حتى أضحت أهم الورشات في المنطقة. تعمل الورشة على إنتاج الألبسة الصيفية والشتوية وتبيعها لمحل الألبسة في ريف دير الزور. بيد أن إنتاج اللباس العربي هو الميز الأهم لتلك الورشة، فهي تنتج ألبسة لكافة الأعمار، إلا أن توفير القماش يقف عائقا أحيانا أمام عمل الورشة. ورشات الخياطة والمحال التجارية والمعامل لم تكن تعود وتلقى هذا الزخم لولا أن الأمور تحسنت في المنطقة بشكل ملحوظ. فهذه الورشة التي باتت أهم معامل إنتاج الألبسة تسعى لتوفير كل ما يلزم للأهالي على مدار العام.